من هذه النقطة وسط مدينة بوغا انطلقت رحلة 300 ميل التي ينظمها العشرات من الموريتانيين العائدين من السنغال بمناسبة مرور 25 سنة على محنة تهجيرهم من الوطن. منمون ومزارعون من ضحايا أحداث 89، رواحلهم أقدامهم وزادهم المعاناة، يطاردون أملا تحدث الناس عنه يوم قالوا إن العودة أحمد. نحن ملي خاطر اللي قالوا أرجو إلى الوطنكم، نحن الدولة ملي مهمة عندنا، لين قامت نقول له ساق بفترة الرئاسة محمد بن عبد العزيز، قاموا الناس الرئيس محمد بن عبد العزيز قال له واحدين ما أنا راجل، قال هو بقوله ملي إن شاء الله ندور سامح ندور يطارف كل العائدين ملي كل حمد حد ندور يشبرحم ذيك السبب ودالنا في إجراء وليلة يعود الفضل قير في الدو النهار ملي جبنا شي من الصعوبات خاطرين يعدلوا مسيرة ملي سلمية ما خالقين يخسري قير اللي يطلبوا مهمية مطالبهم يقدموه الرئيس. أولى محطات حج المبعدين إلى القصر الرئاسي كانت مخيم هدلاي على مشارف مدينة بوغا، مخيم استقبل سكانه الرئيس عزيز قبل أيام من انتخابه، حيث جلس بهذه الساحة مع وفده الذي أمطر وعودا يرى سكان المخيم اليوم أنها كانت سرابا بقيعة لم يغير شيئا من معاناة بدأت يوم ألقتهم الدولة بمطلق ثلاثي في واد غير ذي زرع وفي بيت غير محرم. منذ أن جئنا هنا إلى هذا اليوم لم نجد شيئا في هذه الدولة، من المدارس لم نجد شيئا، والماء لم نجد شيئا، والبناية لم نجد شيئا، والنقل لم نجد شيئا، ليس عندنا شيئا من هذه الدولة، وليس لدينا الحق ولكننا لم نجد الحق في هذه الدولة، ونحن اليوم ذاهبون من هنا إلى نقشر إن شاء الله، نريد أن نوجه أوجهنا إلى رئيس الدولة، نتكلم مع رئيس الدولة، نعرف هل رئيس الدولة يعرف نحن هنا أم لم هنا. في انتظار أن يجب حج المبعدين ما قبله وينجز العزيز وعده، تبقى أعرشة مخيم هدلاي المتهاوية شاهدة على ارتجالية العودة وضعف تهيئة المساكن. عبد المجيد الإبراهيم، قناة الوطنية، مخيم هدلاي، جنوب البراكنه.